مشروب له دور كبير بتحسين حالتنا المزاجية ومرتبط دائما بحالة الاسترخاء والرواء بعد يوم طويل ومتعب. الشاي المشروب الأكثر جماهيرية وشعبية حول العالم، ولأهميته دراسات كثيرة انعملت عنه، وآخرها الدراسة يلي أجراها العالم البريطاني ستوارت فيرمونت خبير بعلوم صنع الشاي، ويلي بيقول إنه إعداد كوب من الشاي ما له بهالسهولة، وأعطى 4 نصايح لشرب كوب شاي أقل ما يقال عنه إنه ممتاز. أولاً، اختار الشيء اللي بدك تشرب فيه الشاي بحكمة، فمقارنة بأكواب السيراميك أو البورسلان، كاسات الستيريوفورم مصنوعة من البوليستاين وهي يلي منجيبها من أي كشك على الزاوية، هالكاسات بتمتص طعمة الشاي بشكل كامل وبيصير طعمته عبارة عن مي وسكر وبس. ثانياً، العقل بيلعب دور كبير بعملية التذوق، فحتى لون الكوب له تأثير كبير على الإحساس بالطعم. ستيوارت قال إنه الكوب الأحمر مثالي لشرب الشاي على عكس الكوب الأبيض. ثالثاً، المياه المستخدمة، ويمكن هالعامل هو الوحيد يلي ما فينا نتحكم فيه بشكل كامل، فالكالسيوم والمغنيسيوم الموجودين بالمي ويلي منلاحظ وجودهم كمادة بيضاء بعكروا سطح الشاي بيخربوا الطعم بشكل كبير، لهيك مياه الحنفية غير محبذة. رابعاً، اترك ظرف الشاي لمدة 5 دقايق كاملين بالمياه المغلية قبل شربه، وهذا الشيء بيرجع حسب العالم ستوارت لسببين رئيسيين. أولاً، مدة 5 دقايق بتسمح باستغلال أكبر قدر ممكن من مضادات الأكسدة الموجودة بالشاي. أما السبب الثاني فهو لأنه مادة الكافيين بتتركز بشكل كبير بالكوب، إضافة للطعمة يلي بتصير أقوى وأطيب.